والحمد لله رب العالمين. اقتضت حكمة الله أن لكل بداية نهاية، وأنه كل شيء فان، وأن الأيام التي تمر كلما ينبلج صبح يوم منها إلا ويخاطب الخلق: أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. كم انتظر الناس رمضان، وكم استثقل بعض الناس قدوم رمضان، وها هو رمضان يرحل إلى ربه، وأنت عبد الله لابد من أن تطرح نفس السؤال الذي ينبغي أن يطرحه كل عاقل: أنا الآن صمت، وفقني الله تعالى في العشر الأوائل، ثم وفقني في العشر الأواسط لكي أصل إلى العشر الأواخر وهي القمة التي فيها نوال الله وفضله، فيها ليلة هي خير من ألف شهر، فيها ليالي يتفضل الله فيها على عباده بفضل لا يعلم علمه إلا هو ولا يدرك كنهه إلا هو سبحانه. فإذا بك تتدرج من العشرة إلى العشرة إلى العشرة حتى تصل جنرال، تتدرج في أسلاك الطاعة كما يتدرج العسكريون في أسلاك مراتب القيادة. فإذا وصلت إلى ليلة القدر فإذا بك تصير من أفضل عباد الله. ألف شهر من قامها غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام هذه الأيام فإن الله تعالى يعطي لهذا العبد النياشين يوشح صدر عباده الصائمين. فإذا أدرك هذه الدرجات العلى في هذا الشهر يأتي يوم العيد، وهو يوم الجائزة حيث يقبض الصائمون جوائزهم، ولذلك يكون اليوم يوم فرحة يفرح فيها الإنسان المسلم. وإنك لتتعجب من بنات المسلمين كيف يجعلون من يوم العيد وهو يوم فرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كثير من النساء مباشرة بعد صلاة العيد يذهبون إلى المقابر لزيارة الموتى. يا للبدعة يحولون أيام الفرح حيث يعطيهم الله الجائزة فيفسدون فرحهم بالبدع عياذا بالله. إن كنت تريدين يا أختها أن تزوري أباك أو أمك أو أختك أو أخوك زوريه اليوم، زوريه 4 أيام بعد العيد. لا يجوز أن نحول أيام فرح المسلمين إلى أيام حزن عياذا بالله. فرسول الله صلوا على الحبيب في يوم العيد دخلت الجاريات والجواري إلى بيت رسول الله وهن يضربن الدفوف، فدخل أبو بكر وأراد أن ينهرهن وينهاهن عن هذا الفعل، فقال النبي يوجه أبا بكر: يا أبا بكر اتركهن يفرحن ويلعبن، فإنه لكل أمة عيد وإن هذا عيدنا، حتى يعلم يهود أنه في ديننا فسحة وأنه لا رهبانية في ديننا. الله الله الله، هو مظهر من مظاهر الفرح، فلا تجعلوه يوما من أيام الأحزان. يا معاشر بناتنا، يا معاشر أخواتنا، يا معاشر أمهاتنا، إن كنتن لا تفهمن أضطر لكي أتحدث بالدارجة. يا أخوتتي يا ابنتي، يوم العيد يوم فرح، فلا يجوز للمسلمين وقد قبضوا الجائزة من رب العالمين المغفرة والعتق من النار والأجر والثواب الجزيل أن يفسدوا هذا اليوم بالذهاب إلى المقابر وتجديد الأحزان. فتجديد الأحزان في يوم الفرح هي بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. هذه ملاحظة. الثانية، لأن اليوم الأخير من رمضان وش قالوا؟ العيد ولا مزاه؟ قالوا له مزاه وكسرت لكم، ما جبتوا لنا حتى شيخ برابو. اي 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 عينكم ما يشوفوش ولا
راح تشوف الله ما شافش عاد في السماء. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما المسألة الثانية التي يسألها المسلم بعد تمام أيام رمضان، وهي أنا الآن استفدت من هذه الأيام بعد أن دخلت مدرسة رمضان، فدخلت دورة تدريبية لمدة 29 يوما أو 30 يوما، أصوم النهار وأقوم الليل وأدرب نفسي على الإخلاص وعلى مراقبة الله وعلى الصبر وعلى أن ينقدح شعور الرحمة، لأتفكر في جائع المسلمين، فمن جاء يوما فإنما المقصود أن يتحرك القلب لكي يحس ويشعر بمن يجوع من أمة محمد في بلده وفي البلدان الأخرى. هذه الدروس كلها التي استفدت منها في إن كنت قد استفدت منها في رمضان، كيف تحافظ عليها بعد رمضان؟ يا الله، لا إله إلا الله. كان الأولى أن أتحدث عن هذه الدروس، وقبل أن أقول لك كيف تحافظ عليها بعد رمضان، كان السؤال الأول واسمه لكم عند الوقت، هل فعلا حققتها وما هي التي ينبغي أن تحققها؟ لكن سأترك هذا الموضوع، هو موضوع خطبة الجمعة، خطبة العيد إن شاء الله. فأتطرق بعد ذلك للسؤال الثاني، وهو كيف تحافظ على هذه الروح الإيمانية فعلا إن كنت حققتها بعد رمضان؟ أو سؤال بطريقة أخرى، أنا أخاف وأخشى أن أرتد بعد رمضان. ليس معنى الردة أن أكفر، لا، أن أرتد أي أن أتخلى عن الأعمال الصالحة التي تعودت عليها في رمضان، من الصلوات الخمس في المسجد، من مخالطتي للقرآن، من سماعي للقرآن، من هذه الأعمال الطيبة التي تتوج بزكاة الفطر، أي إخراج المال، أي إدماج جميع العبادات في هذه الأيام، عبادات بدنية، عبادات روحية، عبادات مالية، عبادات جسدية، عبادات اجتماعية. فرمضان هو كوكتيل، كوكتيل هو مجموعة من العبادات التي تنصهر في بوتقة واحدة، وإذا بالمسلم يتقرب إلى الله بهذه الباقة والمجموعة الطيبة، كأنك تدخل إلى بستان بثمار يانعات مختلفات وبأزهار ملونات مختلفات، فأنت تنتقل من طاعة إلى طاعة، كما ينتقل أو تنتقل النحلة من زهرة إلى زهرة. وإنما شبه النبي المؤمن بالنحلة فقال المؤمن كالنحلة، المؤمن كالنحلة لا يأكل إلا طيبا ولا يضع إلا طيبا، وإذا نزل على غصن لا يكسره، لا يؤذي. يا الله، المؤمن كالنحلة يبحث عن الطاعات، يشم، له حاسة الشم السادسة، أو سميها الحاسة السابعة أو الثامنة، هي حاسة الشم، يتتبع بها الطاعات التي فيها الأجر في المواسم، فلكل موسم طاعة يتقرب بها العبد إلى ربه. إذن فالسؤال، كيف يمكنك إن حصلت على هذه الروح وكنت تنتقل بين هذه الأزهار الطيبة وهذه الطاعات المباركة فأحببتها وأشربها قلبك، كيف يمكنك بعد ذلك أن تحافظ عليها؟ يا الله. أو قل أنا لا أريد أن أحافظ على المستوى الذي أكون فيه على في رمضان، فمستوى رمضان هو مستوى عال، هو عال، فعلى الأقل أنك تحاول أن تحافظ على الحد الأدنى الذي يضمن لك الاستمرار إلى غاية رمضان. فنحن ليس مثاليين، والله لا يريدك أن تبقى كما أنت في رمضان. فأصحاب رسول الله كانوا يعتقدون أن الحالة التي يكونون فيها عند الطاعة ينبغي أن تبقى مستقرة في غير حالات الطاعة، ولذلك جاء حنظلة يبكي ويصيح في سكك المدينة ويقول نافق حنظلة. قال أبو بكر لما؟ قال لأننا حينما نكون في الطاعة مع رسول الله فيحدثنا عن الجنة وعن النار، يرتفع الإيمان، وكأننا ننظر إلى الجنة وأهلها يتزاورون فيها، وإلى النار وأهلها يتصايحون فيها،
لكن حينما نعود إلى أبنائنا وأزواجنا فنعافس الأزواج ونداعب الأولاد نشعر كأن حالة الإيمان قد هبطت، أليس هذا من علامات النفاق؟ قال أبو بكر: حتى أنا أجد ما تجد، فهيا بنا نعرض أنفسنا على طبيب القلوب رسول الله صلى الله عليه. فلما ذهبوا وطرحوا الأمر على رسول الله قال كلاما عجيبا، اسمعوا إلى كلام الحبيب، لأن الاستمرار على الطاعة بوتيرة واحدة غير ممكنة، غير ممكنة، فإيمان العباد يزيد وينقص، ولو كان ثمة إيمان يرتفع ولا ينقص فهو إيمان الأنبياء فقط، فالأنبياء هم من ميزهم الله بإيمان يرتفع دائما، أما المؤمن فحالاته حالات إقبال وإدبار، فإن كنت في حالة الإقبال فاحمل نفسك على الطاعات واستغل الوقت، وإن كنت في حالة إدبار فحافظ على الحد الأدنى. أنت بين محافظة على الحد الأدنى في حالة الإدبار وأنت هناك تنافس على الطاعات حين تستشعر أنك قريب من الله تعالى. فلما ذهب إلى رسول الله وعرضوا أمرهم على الحبيب، صلوا على الحبيب، قال: لو كنتم تديمون على الحالة التي تكونون عليها عندي، لو استمرت هذه الحالة، حالة الطاعة المستمرة، لنزلت عليكم الملائكة في السكك ولصافحتكم، ولما استطاعت أن تستتر عن أعينكم، ولما اختفت عن أنظار الناس، ولصار الناس يرون الملائكة عيانا تمشي في طرقات المدينة. صلوا على رسول الله. يعني يصل الإنسان إلى درجة الملائكية، أي لو أن الإنسان استمر في رمضان واستمر على هذه الطاعات يحقق هذه الخيرات لوصل إلى درجة الروحانية، يمكن أن تصل إلى درجة من الشفافية بالقدر الذي ترى فيه الغيب رأي عين، أي ترى فيه الملائكة. صلوا على الحبيب. إذن فنحن لا نطمع من إخوان المسلمين أن يبقوا على الحالة الإيمانية المرتفعة التي جنوها في أيام رمضان، لكن على الأقل فإننا نريد من إخواننا أن يحافظوا على الحد الأدنى الذي يضمن لهم الاستمرار على الطاعة حتى يلقوا ربهم. إذن ما هي هذه؟ أولا بعض المعطيات. المعطى الأول: إن الله تعالى ابتداء من هذه الليلة أو الليلة السابقة يطلق الشياطين. يا الله، فلقد أعنتم في أيام رمضان بتصفيد الشياطين، وإن كان الإنسان يصاب هناك في الأسواق بالغضب الشديد فيسب الله ويسب الدين، فليس العتب على الشيطان فالشيطان قد صفد، إنما العتب على شياطين الإنس. فثمت شياطين إنس هم أخطر في الإضلال من شياطين الجن، وإن شياطين الجن يمكن للإنسان أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا بهم يزهقون ويفرون، فلا قدرة للشيطان الجن أن يقابل أنوار ذكر الله، ولكن شيطان الإنس لو قرأت عليه القرآن بين الدفتين بين الفاتحة والناس لما زاد إلا عجرفة وتكبرا، وقال: في قلوبنا أكنة مما تدعون إليه وبيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. هكذا يقول، ما عندي مادة بقرآنك، علمت خرزها بك يا داود، روح اديها في راسك. هو هكذا اقرأ عليه ماشي، اقرأ عليه التوراة والزبور، اقرأ عليه القرآن، اقرأ عليه ألواح إبراهيم، اقرأ عليه صحف إبراهيم، شيطان الإنس هو هذا. فهذه الليلة زيادة على شياطين الإنس سيطلق شياطين الجن، فأطلق سراح شياطين الجن. أتدرون ماذا يخطط الجن؟ تخيل تخيل، الشر هو مكتف كالثور الذي تربطه في مكان مظلم لمدة طويلة ثم تطلقه بعد ذلك ليخرج إلى هذا الفضاء الواسع فتصطدم عيناه بالنور، وهذا الذي عاش في الظلام مدة إذا اصطدم بصره لأول مرة بالنور يصاب بجلطة في الدماغ فلا يتحمل الأنوار، وإذا به يضرب في كل اتجاه ويحرع ويجري في كل اتجاه، إنها جلطة، إنها صدمة، صدمة. فإبليس شهر وهو مكبل
ويتميز غيظا على هؤلاء الذين دخلوا مدرسة القرآن، مدرسة رمضان، مدرسة القيام، مدرسة التراويح، مدرسة زكاة الفطر، مدرسة الإشفاق بالفقراء، مدرسة التكافل، مدرسة الصبر، مدرسة الطاعة، مدرسة الخير، مدرسة النفحات، مدرسة البركات، مدرسة الحسنات، مدرسة إغلاق باب النيران وفتح أبواب الجنات، سيمتلئ الشيطان غيظا فيخرج وقد أطلق سراحه، فيصطدم بعنوار الصائمين الذاكرين، يصطدم بهذه الأنوار فيجن جنونه ويقسم بالله كما أقسم من قبل أن يحطم أعمالهم في اليوم الأول من رمضان من العيد. ولذلك تجدون أن الشيطان يجتهد في يوم العيد ما لا يجتهد في غيره، لأنه يعتبر أنه قد فاته عمل كثير يجب أن يتداركه. لو كان غير المسلمين يتعلموا بالشيطان، تعلم بالشيطان ولا ما تعلمش؟ تعلم كل واحد الشيطان. تعرف اسمه قال فاتني عمل كثير، فاتني عمل كثير في أيام رمضان، كبلت وترك المسلمون يجتهدون في الطاعات فامتلأت قلوبهم بالإيمان، وشحال واحد ما كانش يصلي وراجع الجامع يصلي، وشحال واحد ما كانش يقرأ القرآن جاي يقرأ القرآن، وشحال واحد ما عرفش قاع الجامع راه بدا يعرف الجامع. هذه مصيبة تحت على الشيطان، مصيبة تحت على شياطين الإنس. فهو يقسم بالله أن يتدارك العمل الذي فاته في رمضان فيضاعف العمل 30 ضعفا بقدر أيام رمضان التي فاتت. يا شباب تعلموا، احنا واحد حكمة كتقول ايوه من ترك عمل اليوم للغد لا تترك عمل اليوم الى الغد، لانك لو تركت عمل اليوم الى الغد فسيكون لك كم من عمل؟ عمل يومين، عمل اليوم السابق الذي فرطت في تأدية الواجب فيه وعمل اليوم. فاذا فرطت في اليوم الثاني كان عليك كم من واجب؟ واجب 3 ايام. هكذا يقول إبليس، فاتني العمل في 30 يوما، أي فاتني عمل كثير، وأنا الآن سأجهد وأجتهد وأضاعف العمل 30 مرة لعلي أدرك مقصدي وأرد الناس إلى أقبح ما كانوا قبل رمضان. أنا الآن أريد أن أشطب على ما حققه الصائمون، أريد أن أشطب على مكتسبات الصائمين، قد اكتسبوا خيرا، أنا الآن أريد أن أشطبها. ولذلك قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، فإبليس يظن أنه بمجرد أن يطلق سراحه في الليلة الأخيرة من رمضان كهذه الليلة فإنه سيقوم بعمل يحبط فيه أعمال الصائمين وأعظم الصائمين بمجرد أن يهل هلال العيد، أي في اليوم الأول يجتهد لكي يطيح بكل أعمال المؤمنين. صلوا على رسول الله. والله وإذن شاء الله وصلى الله على حبيبنا محمد. إذن فإبليس وجنوده الذين يطلقون في هذه الليلة أقسموا أنهم سيضاعفون العمل بعدد الأيام التي ضاعت منهم في أيام رمضان، أي سيضاعفون المجهودات 30 ضعفا، وأقسموا بالله أن يطيحوا بكل المكتسبات التي حققها الصائمون في ظرف السويعات الأولى من يوم العيد. وأنتم ترون في واقعنا هذا حقيقة. تمنيت لو أن الأمة لا تصدق ظن إبليس، تكذب ظن إبليس فينا، يظن فينا أن إيماننا مهزوز وأنه فعلا بسرعة يستطيع أن يطيح بنا، هو يظن بنا هكذا وقد صدق. لكن نريد من الصائمين أن يخيبوا ظن إبليس فينا، هو يظن بنا سوءا، هو يظن ان عبد، يقول لك عبد اللي بغيت انا تجي 5 مينوت غادي يخليك تغضب وتصبر ربي ويمشي لك صيامك ويمشي لك صلاتك، تكون قد شركت فحبط عملك. يا الله يا الله، الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا، يرسل عليه الشيطان واذا به يغضب فيقول الشيطان انا ما عيشت
من غاضب ولو كان من أكبر أولياء الله، فإني ألعب بالرجل الحديد كما يلعب الصبيان بالكرة. إذا غضب طلق الزوجة في يوم العيد، إذا غضب سب الإسلام، سب الدين، سب الله، وفي لحظة الرمشة عين يطيح. ليس بعمل رمضان، ليس بعمل 30 يوما الذي أتعبت نفسك، في الليل لا تنام وفي النهار لا تطعم، فإذا به لا يطيح بعمل 30 يوما، إنما يطيح بعمل حياتك كلها منذ بلوغك، لأن الشرك عياذا بالله والردة تحبط لصاحبها العمل كله. أنا حينما أرى الناس يوم العيد، بناتنا خرجت متبرجات، وإذا بالبنت تقبل وجه ابن عمها بدعوى أنهم يتغافرون، أقول لقد صدق ظن إبليس في أمة رسول الله. أين عياذا بالله هذا الثبات؟ يعني الصباح انتهى العيد، الناس ما زادتش العيد، هودت كل شيء، كل شيء سقط، مساجد أفرغت، قرآن هجر، صلوات باي 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 باي. أنتم ترون حتى في هذه الليلة، ليلة 29، فرغت المساجد مباشرة بعد الليلة 27، مباشرة يعتقدون أن 27 هي ليلة القدر، في حين أن الله خبأها في العشر الأواخر لكي تجتهد حتى تخرج إلى المصلى، فحينما تنتهي من صلاة العيد هناك تكون قد أتممت مشاعر الصيام، فمشاعر الصيام تنتهي بصلاة العيد، أي حينما ينادى المنادي، أي الملائكة التي تخرج إلى السكك ترحب بالمصلين الصائمين فتقول اخرجوا إلى رب كريم، فإذا صلوا نادى مناد أيها العباد إنكم أمرتم بالصيام فصمتم، وأمرتم بالقيام فقمتم، فقوموا فاقبضوا جوائزكم. قيل وما الجوائز؟ قال إن الله قد غفر لكم، عودوا إلى رواحلكم مغفورا لكم. جائزة، جائزة مباشرة. تجد فتياتنا خرجن عاريات وبلباس عياذا بالله يكشف ويصف ويشف، بشعر مدلى على الأكتاف، الشباب والشابات عياذا بالله يتعانقون، سبحان الله. كثير من نسائنا يخرجن إلى المقابر لمحضرش، فيحولون يوم الفرح إلى يوم حزن. أقول سبحانك يا رب سبحانك، ما لقومي ما لقومي، ما المقصد من عبادة 30 أيام كيف تسقط في لحظة كما تسقط الورقة من الشجرة بفعل النسيم الخفيف؟ فكيف إذا جاءت العواصف؟ هذا نسيم خفيف، هذه سويعات فقط بعد الصيام، سبحان الله. لم يسحبك روح رمضان سويعات قليلات بعد رمضان، فكيف تريد أن تستمر طوال العام؟ أنت سقطت في أول تجربة وفي أول امتحان بسيط، ما هذا؟ إذن فاحذر الشيطان، فإنه قد أطلق سراحه وانضاف إلى شياطين الإنس. احذر، هذه الأولى. الثانية، لا إله إلا الله. إن المؤمن أو العبد كيفما كان مؤمن غير مؤمن، إذا أحس بحلاوة شيء وإذا ملك شيئا ثمينا، أيخاف عليه من التلف أو والضياع أم لا يخاف؟ أيخاف أم لا يخاف؟ إنسان يملك شيئا ثمينا أيخاف عليه من الضياع أم لا يخاف؟ يخاف. إذن فهو يحرص عليه ويجعله في مكان لا يراه أحد، وإذا كان لابد جعل عليه حراسا يحرسونه حتى لا يضيع، حتى يطمئن أن الشيء الغالي الذي يملكه إنما هو تحت حراسة مشددة، عينها لا تنام. أتدري ما هو أثمن شيء فزت به في رمضان؟ أتدري أعظم وأغلى ما تملك ما هو؟ ما هو؟ ما هو أغلى ما تملك؟ ما هو أغلى ما تملك؟ ما هو أغلى ما تملك؟ إيمانك. الله، إيمانك، النعمة الكاملة، إيمانك الذي تلقى به الله والذي تدخل به الجنة والذي تفوز به بأعلى الدرجات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم،
تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم وأن الحمد لله رب العالمين. أعظم النعم هي نعمة الإيمان. لكن هل حدث أن سألت نفسك في مرة في يوم من الأيام، سبحان الله الناس كتكلم عن الإيمان وأنا كي ندير نعرف الإيمان؟ أنتم راكم كنتوا تصوموا علاش؟ باش يزيد الإيمان والتقوى، لعلكم تتقون. أنا تصلي ليزداد صلتك بالله إيمان، أنا تعطي الصدقة لكي تحرر نفسك من الشح فتزداد إيمانا. أي كل نتيجة أنت الأعمال الصالح هو أن تزداد إيمانا وقربا، أي أن النتيجة من كل العبادات قيام وصيام وركوع وزكاة فطر وصدقة هي أن تزداد قربا وإيمانا إلى الله. لكن واحد العدد أنت الناس يقول لك أنا هذا الإيمان اللي تتكلم عليه أنت أنا ما عرفتوش هو اسمه هو كي داير كي داير، هل نشعر به؟ نشعر به؟ أن نتذوقه؟ ونذوقه بحال بحال السكر؟ مالح ولا حلو؟ مسوس؟ كي دار هذا؟ ذاق حلاوة الإيمان. هذا هو حلاوة. ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. لكن الحلاوة أين يجدها؟ المسائل المادية نتذوقها باللسان. لكن المسائل الإيمان يتذوقها بالقلب، القلب، القلب. تحس هنالك طمأنينة. تحس كأنك تحمل جنة في صدرك، حتى قال ابن تيمية: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، هي جنتي في صدري. ما معنى في صدري؟ إيماني في قلبي. وإذا كان الإيمان في القلب استنار القلب، وإذا استنار القلب توسع الصدر. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يظله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يا الله، يتسع الصدر وينشرح ويطمئن وتسكب عليه الطمأنينة. لا، أنا هذا الشيء عمر ايش فهمه أنا؟ قل لي كدير الإيمان. جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه، قال له: يا رسول الله، كتكلموا عن الإيمان، الإيمان هل ثمة علامة أعرف بها أنني مؤمن أو غير مؤمن؟ أعطيني مؤشر، أعطيني دليل يدل على أنني مؤمن أو غير مؤمن. أنا الآن غدا تكلمني تغف اسمع، تكلمني غف اسمع، أنا أريد مؤشرا ملموسا أزن به إن كنت مؤمنا أو لا. وإن كنت مؤمنا أزن قدر إيماني في قلبي، هل إيماني قوي؟ هل إيماني ضعيف؟ قال له رسول الله هذه القاعدة التي تحمل هذا المؤشر الصائب، قال: يا هذا، إذا سرتك حسنتك ندي الخير. كتحس بالفرح؟ قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. إذا أسرتك حسنتك وأحزنتك سيئتك ندير السيئة تبكي وتولي عند ربي وتطرق بابه وتأتيه نادما باكيا مستعتبا مستغفرا طارقا بابه سائلا من فضله، فاعلم أنك مؤمن. أما إذا كنت تفعل الحسنة ولا تشعر، وتفعل السيئة ولا تشعر، عندك الفضيحة، عندك الفضيحة كالطحة، فاعلم أن الكنتور، أن هذه المضغة ميتة ليس فيها طاقة تحركها. وخصمت 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 وخصمت. يا الله، يعني أن رمضان كامل أنا فوته والحاجة المهمة ما كنتش نهتم بها؟ نعم، لأنك ينبغي أن تنظر إلى اهتزاز هذه المنطقة. فإن سمعت القرآن فبكيت وخشيت فاعلم أنك مؤمن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الله الله. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يا الله يا الله. وأنا هذه الحالة لم تحدث لي طوال رمضان. أقول لك: فتش عن قلب لك فلا قلب لك. إن حدث أن وقفت 30 يوما بين يدي الله وراء الإمام يشنف سمعك بكلام الواحد الديان، وقلبك لم يتحرك، وعيناك لم تنهمر بالدمع، وجوارحك لم تقشعر، وجلدك لم يلن لذكر الله، وجسدك لم يتحرك لطاعة الله، وظللت كالخشبة كالجسد. يا الله، خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم. فاعلم أنه لا قلب لك.
ما نظلش عاد نهضر معاك نقول لك باللي غادي تنتفع ولا ما تنتفعش. انت ما انت خارج من هاد الناس اللي غادي نهضروا عليهم. احنا غادي نهضروا على من انتفع في رمضان كيف يحافظ على ذلك، يحافظ على الحد الادنى. اما من عاش رمضان وقلبه كما دخله خرج، يا الله، فهذا لا نتحدث معه. هذا ينبغي ان يدخل الى مصحة لاجراء عملية قيصرية لقلبه، عملية قيصرية. وليتنا في بلد يوجد فيه الأطباء المهرة. بلادنا ليس فيها أطباء مهرة لطب القلوب. ما عندناش مؤمنين كبار، ما عندناش مربين كبار. فالمصيبة مضاعفة، المرض خطير، والأرض خلت من الأطباء. كارثة الكوارث. الأرض التي يوجد فيها المرض لكن يوجد فيها الأطباء للعلاج، نقول نجتازها إن شاء الله مع الأيام والصبر. لكن أرض فيها أمراض مستعصية خطيرة للقلوب وليس فيها أطباء، أو قل فيها أطباء أقلة، فكيف السبيل إليهم؟ وبيننا وبينهم عقبات، ودوننا ودونهم مسافات. هؤلاء لا أتحدث عنهم، أتحدث في رمضان عمن بكى، عمن خشع، عمن اهتز قلبه بسماع آيات الوعيد، عمن اشتاق إلى دار السلام حين ذكرت آيات الوعد والنعيم. أتحدث مع الذين وقفوا مع القرآن متدبرين، أتحدث عن الذين قاموا الليل خاشعين، أتحدث عمن جعل رمضان أياما للمسارعة في الخيرات فوصل الفقير والمحتاج والمحروم. أتحدث عن هؤلاء الذين اعتبروا رمضان بنداء ربهم: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. من امتثل أمر الله في أول يوم فقد نادانا ربنا في الليلة الأولى قبل رمضان: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ثم هددنا في أول ليلة: من أدرك رمضان ولم يغفر له لا غفر الله له، فالمحروم من حرم فضل رمضان. هؤلاء لا نتحدث عنهم، وإن شاء الله حتى واحد فذله في الجماعة ما منهم إن شاء الله. يا الله. أما هؤلاء الذين خشعوا وبكوا وناجوا ربهم وسارعوا في الخيرات، فلا بد ويحق لهم أن يسألوا: كيف يمكن لنا أن نحافظ على هذه الروح في حدها الأدنى؟ الله. أولا، لا إله إلا الله. الشيء الذي ارتفع ثمنه كما قلت وهو غال عندك، أول صفة التي تدفعك للمحافظة عليه، واسمه هي عندك حاجة غالية وبغيت تحافظ عليه، أول صفة اللي تخليك تحافظ عليه واسمه هي، ها؟ أنا أقول لها الإيمان، هذاك الإيمان اللي عندك غالي، الإيمان والإسلام. هذا الإيمان اللي راه عندك أنت ولا راك إن شاء الله قوته في رمضان، هذا الإيمان وبغيت تحافظ عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. أول حاجة وأول صفة تكون عندك باش تحافظ هذه الحاجة الغالية واسمه هي، ها؟ استنى. حاجة عندك غالية، أنا غادي أتكلم درك. الحاجة غالية عندك وأنت تخاف أن تضيع منك، أول صفة التي تعينك على أن تحافظ عليها واسمه الخوف من ضياعه. الخوف من ضياعه، فمن لم يخف على ضياع المكتسبات ضاعت منه المكتسبات. الذي لم يشعر بالخوف في قلبه على ضياع أعظم نعمة أدركها في رمضان، حلاوة المناجاة وقوة الإيمان، فاعلم أنه سيضيعها بدون أن يشعر، لأن الذي يدفعك لكي تحرسها هو الخوف عليها. الخوف عليها يدفعك لشدة الحرص عليها. نقول بحال أنت مسافر في واحد السيارة من نفس الطاط ولا من الدار البيضاء، وعندك الريزرفوار. الريزرفوار اسمه فيه ليسانس، ياك انت ستسافر من مدينه وجده الى الدار البيضاء. ايوا عمر درت البلان 60 يوترو، تكمل ولا ما تكملش في الطريق؟ تكمل ولا ما تكملش؟
تكمل وانت بلي عارف بلي تكمل واش مراك دير دائما يخص عندك يكون رزق تحرص دائما على الا يفرغ هذا بالبنزين والا وقفت في الطريق والا وقفت في الطريق تخيل كل نهار يمشي لك شويه انت على اليمان كل نهار وانت في سفرك الى الله وما ردش كاع البال وما خايفش عليه ياتي يوم يصبح قلبك فراغ من الايمان وكثير من الناس يموت على غير ايمان وهو يقول الله الله الخوف على الايمان هو الذي يدفعك للحرص عليه لانها هي اعظم نعمه وأعظم نعمة ينبغي للإنسان أن يحرسها وأن يحرص عليها يا الله دخل محمد بن المنكدر على سيدنا عمر بن عبد العزيز بعد أن تولي خلافة المسلمين فقال له محمد بن المنكدر يا عمر كيف تجدك وقد تحول حاله من حال الرفاه إلى حال التقشف ومن حال السمنة إلى حال الهزال حتى بدت هذه العظام بادية في جسده فصار ينظر إليه محمد بن المنكدر ويقول سبحان الله كيف تحول من حال إلى حال ثم قال كيف تجدك يا أمير المؤمنين شاشر سيدنا عمر شاشر. قال إني أخاف أخاف قال إني أخاف عليك لو لم تخف أما وقد خفت فلا أخاف عليك ما دمت تخاف دير لا تنسيو ما دمت تخاف دير الاحتياط اما اذا كنت ما تخافش اتوطف الحدود نتاع ربي او تسب او تطلق لسان العنان للسانك يقول الكلمه من سخط الله لا تلقي لها بالا شو لا تلقي لها بالا شو يهوي بها 70 خريفة لو كان يخاف لضبط لسانه لضبط جوارحه حتى لا يضيع ايمانه باش عن طريق عصيان الجوارح فايما جارحه عصت ربها الا انساب الايمان من القلب واذا بهذا المكان يفرغ بالإيمان بقدر ما يرتكب العبد من المعاصي فالمعاصي تمحق الإيمان إني أخاف شو العالم واسمه قال له إني أخاف عليك لو لم تخف أما وقد خفت هذه الطريق الله الله والذين يمتون ما أتوا وقلوبهم وجلة وجلة خائفون أنهم إلى ربهم راجعون زد أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون لا إله إلا الله قالت عائشة بعدما قرأ النبي على سمعها هذه الآية يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا أي الذين يزنون يشربون الخمر يعصون ربهم هم من توجل القلوب خشية من الله لما ارتكبوا من المعاصي قال لا الذين يؤتون ما أتوا أي الذين استفرغوا جهدهم في فعل الطاعات فهم يتنافسون في الخير فإذا فعلوا الطاعات خافوا من أن لا يقبل الله منهم شفت الفرق؟ شفت الفرق؟ اللي يدير المعاصي ما يخافش يموت قلبه وكيموت الإيمان ما يبقاش يخاف بربي يخاف بكل شيء وما يخافش بربي يخاف بالجوع يخاف بميريكان يخاف بلا عايشة قنديشة يخاف تصيبه معلق هنا الحروزة ويدير الصفحان تاع البغل باش تفوت عليه البلاء ما يخافش غير ربي فمن خاف الله خوف منه كل شيء ومن لم يخف الله خوفه الله من كل شيء الله فالذي يخاف الله يسارع في الخيرات فيخاف أن لا تقبل منه يوم القيامة شتو القلوب كي دايرة كلما صفت القلوب كلما امتزج الإيمان وخالطت بشاشته القلب كلما ازداد العبد معرفة وقربا بربه كلما أطل على جلاله كلما خشع وخضع وخاف وهاب الله ولذلك ربي يمشي وحده يقول ما قدر الله حق قدره قلوبهم خاوية ما قدر الله حق قدره انت غادي عند ربي وتبغي تمشي له بلا ايمان
انت غادي عند سيدي ربي مسافر وثلاثين يوم وانت تعمر في الريزرفوار، عمر في الريزرفوار، والنهار الاول تاع العيد تصب ربي مشى كل شيء، النهار تاع العيد تخرج البنت عريانه تصب كل شيء، وتصب انت عباها فيستجيب هي وابوها وامها اللعنه. يا الله يا الله، كم الشيطان قد صدق ظنه في المسلمين لما ظن فينا اننا ولو تعبدنا الليل مواصلا النهار في السنوات المستمرات المسترسلات الا واستطاع في لحظة من برهة من زمن ان يطيح بكل مكتسباتنا في لحظة عين. يا الله يا الله يا الله. هو تخاف ولا ما تخافش على ايمانك؟ ايه هذا السؤال قبل ما نزيد الاخرين. هذا الشعور تخاف ولا ما تخاف؟ قول لي انا قاعد ما عنديش الخبر على هذا الخوف على الايمان. انا نخاف على فلوسي، نخاف على كذا، امال الايمان علاش؟ علاش انا نخاف على الايمان علاش؟ يقول لك احنا الحمد لله رحنا نصلي، احنا الحمد لله، انا بعد راني نصلي، انا بعد راني ندير، انا بعد راني ندير. هو زكى نفسه، هو صافي. شي واحد يقول لك انا راني في الجنه ديريكت. والله لا شي واحد هكذا قالوا لي صافي بحال اللي داك التكتيكيه ريزيرفا المولوديه. واحد قال لي انا رشت منامه واسمه قال شت التلفزيون يخطب مولاه يقول انتم يا مولين هذا كاع راكم في الجنه. قال لكم بقى يحسب فينا. قلت له الحمد لله للتلفزيون، ما كانش الفاسق كيما التلفزيون. الحمد لله جاي اللي شت التلفزيون، شاف المنام شاف التلفزيون، يظل يشوف التلفزيون في النهار وبقى يشوف فيه حتى في الليل. مالك يا وليدي ازيك ما تدفيش؟ وسيدنا عمر يموت شهيد في المسجد يقول له سيدنا ابن العباس لقد كان اسلامك فتحا وهجرتك نصرا وتوفي والنبي عنك راض وابو بكر عنك راض. يقول المغرور من غررتموه انما ارجو ان افوز عند ربي كفافا لا لي ولا علي. يا الله المبشر بالجنه. واحنا يقول له انا بعد الحمد لله، انا بعد ما نكذبش، انا بعد ما نكذبش تاع عباد الله، انا 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 انا, أنا, أنا. وين صاف؟ وين صدفه يا ابليس؟ تعرف غير تقول انا عارف شكون اللي يقول انا؟ شيخك يا ابليس، الشيخ نتاعك يا ابليس. ربي كيقول فلا تزكوا انفسكم. ولذلك فان النبي صلى الله عليه يخوفنا اكثر. دير الراي تاع اللي بكيك شي مخطرات، ما ديرش الراي تاع اللي يغرك. وشحال من وعد والعياذ بالله يغر الناس. يبقى يهدر بقى على جهه، رحمه ربي واسعه. صحيح ولا نعم صحيح. ومن قال غير ذلك فقد افترى. ولكن الله يجازيك بخير، الله يرحم لك الوالدين. ها الرحمه تاع ربي شكون غادي يديها؟ سيدي ربي يقول ورا ها ها ان رحمه الله قريب. شكون؟ من المحسنين. وشكون هما المحسنين؟ اجابنا انهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. انت منهم؟ وبالاسحار هم يستغفرون. انت منهم؟ نهار الصباح مش عاد السحور. وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. انت يا منين يجي عندك السيد يطلب بحال ذاك السيد اللي يجي يعطيك كيف كيف؟ ها ولا اللي يجي يطلب تجري مراه بالزروطه. شوف شوف. والذين في اموالهم حق للسائل والمحروم. ها؟ وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم. ها المحسنين. ها اهل لمن هم اهل لرحمه الله تعالى سبحانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخوفك. وقال علاش يخوفك؟ لانه قد والعياذ بالله تغتر والغرور من محبطات الاعمال، ثم تذهب الى ربك فيهاجمك بالايه التي تقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. حينما جاءت الوفاه بعد هذا محمد بن المنكدر اصفر وجهه، فقالوا له سبحان الله قضيت عمرك كله في الدعوة والتربية والآن أصبت بهذا، ما الذي أصابك؟ قال هجمت علي هذه الآية يقول تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فلا أدري بأي ذنب يهجم الله علي به. وأظن أنا كنت أظن أنني سأكون إن شاء الله في مرتبة جيدة، ولكن الله هجم علي بمعصية لم يغفرها لي. ماشي مصيبة هذه؟ فلا زالوا به حتى انفرج وحتى توسع صدره وانفسح صدره واطمأنت نفسه فتهلل وجهه بعد ذلك. هو هذا. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الناس على أربعة أصناف: صنف يولد مؤمنا ويعيش مؤمنا
ويموت مؤمنا هنيئا له. وصنف يولد كافرا ويعيش كافرا ويموت كافرا بعدا له وسحقا. هذا ما كان مشكل، ولكن اسمع هذا. وصنف يولد مؤمنا ويعيش مؤمنا ويموت كافرا. ربي تستر. هو يقول له قل لا اله الا الله، ويقول لهم ماي جيرل فريند، ماي جيرل فريند، صديقتي صديقتي. يقول له قل لا اله الا الله وينطق بكلمة الكفر، يقول لهم ربي بعيد ربي بعيد. شكون قال لكم هذا ربي؟ واحد منين قالوا له قول ربي عياوف؟ يقول اشهد ان فوجد، يقول اشهد ان لا اله الا الله، اشهد. ما بغاش قاعد يقول لهم بعدوني بعدوني بعدوني. قالوا له قول اشهد ان لا اله الا الله، ما بغاش ما بغاش. فالتالي مساكين منين عندهم النية قبضوا له الليد وبغاو يديروا الصبح هكذا زعما ويرفدوه. شو شوف يوصلوا شو حسب لهم هذا الشيء ديالهم، حسب لهم ديالهم. فلما توجهوا ليده لكي يصوب السبابة إلى السماء في هيئة التشهد ينتفض كالأسد ثم يصفع ذلك بصفعة أفقدته الوعي. قال له بعدني أنا ما بغيتش هذا الشيء اللي بغيته أنت. فمات على ذلك وكان يقول لا إله إلا الله ويصلي. الله، كيف لا تخاف من سوء العاقبة، وإنما الأعمال بالخواتم، اللي مخرج من الدنيا مخرج بعقيبها. إن صحابة رسول الله صلوا على الحبيب. ياك ما رانيش طولت عليكم ثاني، انتم ما عمرو ما جيت لهذا الجمع. ها هو كيبلج. شوفوا، جاء بعض أصحاب النبي صلوا على الحبيب إلى رسول الله في غزوة أحد فقالوا له يا رسول الله، اسمعوا اسمعوا، ما رأينا أشد بلاء في قتال المشركين من رجل يسمى قزمان. احفظ اسمي قزمان. فقال النبي يرد عليهم اتركوه لا خير فيه فهو في النار. يقتل مع النبي؟ اي مع النبي. ربي 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 ربي. فعادوا إليه لما رأوا شدة بلائه في الكفار، فعادوا الكلام للنبي، ما رأينا يا رسول، يزيدوا يزيدوا، ما رأينا يا رسول الله أبلغ في النكاية في العدو كقزمان. قال قلت لكم دعوه فهو في النار. الله. فتتبعه الصحابة فلما جرح وضع ذؤابة سيفه في بطنه فقتل نفسه. فجاء الصحابة يقولون نشهد أنك رسول الله. قزمان قتل نفسه، انتحر وقتل كافرا. قال ألم أقل لكم إنما الأعمال بالخواتيم. الله، إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يراه الناس، فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، لأنه مطلع غير على الظاهر، وهو من أهل الجنة، لأن الله مطلع على ما في قلبه. وإنما يتفاضل العباد ويصح العمل بما في قلوبهم من عزائم صادقة ونيات طيبة صادقة، أو نيات خبيثة ومقاصد دنية دنيئة. هنا 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 الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر هنا. ورجل آخر يولد كافرا ويعيش كافرا ويموت مؤمنا، يموت مؤمنا. القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء. فلقد استيقظت عائشة في الليل فتحسست موضع ومكان النبي فلم تجده، كالناس معها فنشا فنشا ويكممشا عند شمرة أخرى. هلك عارف النساء فنشا. فلما استيقظت وجدته في بيتها وحجرتها ساجد في جوف الليل في الظلمة الظلماء، وعيناه مهملتان بالدموع وقد ساحت على وجنتيه حتى بللت أديم الأرض. وسمعته يقول في جوف الليل، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو في جوف الليل ساجد، سمعته يدعو بهذا الدعاء. اسمعوا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتعجبت عائشة من كون الحبيب صلوا عليه الذي غفر الله
ما تقدم من ذنب وتأخر يسأل الله أن يثبته على الدين. إليك يا سيد النبي يسأل سيد ربي باش يثبته. أبن عمي وأنا قالت يا رسول الله أقد غفر الله لك ومع ذلك تسأل أن يثبت قلبك، أتخشى على قلبك أن يقلب على غير الإيمان؟ قال يا عائشة ما من قلب عبد إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فسل الله أن يقلب قلبك للخير. يا ربي 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 اسمعوا ربي واسمعوا، قال له ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لا إله إلا الله. يقول الله لولا أن ثبتك ربك، لولا نعمة الله عليك وفضله بتثبيتك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة. والله يا الله يا للتهديد لنبيه لحبيبه لخليله لخيرة خلقه. إذا كان خير من مشى على الأرض وخير الخلق ثبته الله وكاد يركن إلى المشركين شيئا قليلا، فكيف بمن دونه من صحابته؟ بل فكيف بمن دونه من تابعين؟ فكيف بمن دونهم تابعين؟ فكيف من دونهم دونهم عندما يفسد الزمن وعندما تكثر الفتن في عصرنا؟ وقد قال رسول الله يشير إلى تقلب قلوب الناس في آخر الزمان، قال في حديث الترمذي عن أبي موسى الأشعري ستكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، والآخرة شر من الأولى، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. شو القلب شو ما بين الصباح والعشية؟ مؤمن كافر، كافر مؤمن. الله الله الله. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. تصيبوا جالس عند المحكمة مستعد باش يشهد شهادة الزور بالفرنك، يبيع دينه بالفرنك بالفرنك، يبيع دينه ملته وعرضه، يبيع عمر بعذره، بعنا انسانا، بعنا عرضنا، بعنا بلادنا، بعنا ديننا، بعنا ثوابتنا عمر بعذره. ولو طلب منا أن نفعل أكثر هذا أعطيناها بلا فلوس. سيد للمرأة يزوجها أبوها، بنته يزوجها بالكافر، كافر كافر، ويرفدوا في الطفور، يرفد نسيبه الهولندي، هولندي الرأس نتاعو بحال بحال البقرة، يرفدوا هكذا ويبقى يرقص به. الحاج واسمو راك دير؟ إيوا قال لك اللهم يديها يديها راجل. وهو يمشق الكلام ربي ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ايوا لعل يهديه ربي. تعرف اسمهم يقولوا ولا ما تعرفش النصارى؟ تعرف اسمهم يقولوا مثلا؟ ما عرفتش اسمهم يقولوا؟ اكثر من 6000 زيجه نتاع الزواج في العام الفايت ما بين مغربيات مسلمات وبين اجانب غربيين. تعرف اسمك يقولوا هذا الاوروبيين ولا ما؟ المسلمين ما يعطيونا بناتهم حتى نقولوا لا اله الا الله، نمشيو نقولوها. نقولوها. جيب زوج عدول قول اشهدوا اشهدوا لا لا عمرنا نقولوا لا اشهدوا لا لا اله 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 محمد محمد رسول الله رسول الله. سيدي تزوج على بركة الله المسلم جوزيف بروستيتو بفتحة البكر كذا كذا كذا، والشهود شكون هما؟ عبقري فرنسا. في فرنسا في فرنسا واحد الشاب يقول له عمار من واحد العائلة مغربية وجاره واحد الفرنساوي وعنده اخته، اخته اللي عايشة في فرنسا المغربية راكو عارفين كي داير، راكو عارفين كيف داير. الله يهدي بناتنا يا ربي. ايوا المهم يا الصديقه نتاع ذاك جار هذاك الفرنساوي ذاك كل شيء كيديروه في خارج الزواج. ايوا قال له زعما بغيت نديها
جاء عند عمر، جاء عند صاحبه، قال له البنت زعما بغيت نديها، زعما راني انا معها هذه 5 سنين ولا وراها حامله وداك الشيء، زعما هما حتى يولدوا كل شيء عادي يديروا الكارطي تايا ما عندهم هذا. قالوا زعما نجي وان شاء الله نمشيو للمغرب ونديروا الكارط. قال لا ودي المغرب راه ما يعطيوها لك حتى تسلم. قالوا كي ندير نسلم؟ قال له غادي تمشي فما وتحضر في المجلس العلمي وشهدوا تقول لا لا اله محمد رسول الله. ايوا جا هنايا، جا هنا هو قال له انت مسلم؟ قال لهم واه. قالوا له شهد؟ ايوا شهد معاهم. قالوا له تعرف الاسلام واسمه فيه؟ قالوا قال له كيسلم الانسان يصلي 5 تاع الصلوات. قال له كيس كاسك؟ قال له 5 تاع الصلوات، الظهر والعصر لا بريير. لا بريير بريير ماشي تنا لا بريير. هو كاين الزكاه. قال له موا جو فو الاسلام دو مون كامراد عمر، انا بغي الاسلام تاع خويا عمر، راني نظل انا وياه في الكانتين. عمرو ما قال لي لا كاين لا صلاه لا. ياك عمر مسلم؟ ياك عمر مسلم اللي غادي نتزوج به؟ قال له واه مسلم. قال له صافي، كي عمر كي جوزيف كي فاتحه كي جوليان قد في السميه. فالانسان يخشى على قلبه ويخشى على الخاتمه، انما الاعمال بالخواتيم. اما شو تقول صمت رمضان وكملت؟ باقي لك، باقي لك، خصك تكمل بالايمان. ولن يختم لك بخير الا اذا حافظت على اعظم ما يضمن لك الختام الخير، وهو وجود الايمان في قلبك. هذا الايمان الذي حصلت عليه بواسطه الطاعات المسترسله في رمضان، حافظ عليه بطاعات اخرى بعد رمضان حتى تموت عليه. واقرأوا ان شئتم قول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قال العلماء: هل بيدي ان اموت انا مسلم؟ ربي يقول لك خصك تموت مسلم، موت مسلم، موت مسلم، كي ندير الحفظ على الاسلام؟ قال: من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فربك اكرم من ان تعيش على الطاعات فيخذلك، وربك اعدل من ان تعيش على المعصيه محاربته ثم يختمل. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ عائشة قامت الليل بآية تقرأها: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم في الحياة وفي الموت؟ أتحسبون أن الذي اجترح السيئات عاش حياته كاملة كذاب، يهدف الناس، يغش الناس، يظلم الناس، ياكل الرشوة، يشرب الخمر، يمشي يلعب القمر، محاربا لشرع الله؟ أحسبت أيها العاقل، قبل أن يوجه الخطاب إلى المسلم، أحسبت أن يجعل الله من عاش محادا لله يجترح السيئات، أي ما يترك سيئة إلا يفعلها، أن يجعله كالمؤمن في الحياة وفي الممات؟ لا لا لا، وما كان ربك بظلام للعبيد. لا، يستحيل في حقه تعالى، يستحيل. ربي يقول في القرآن: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، بل إن ظننا في ربنا لما غلبت رحمته غضبه أن المؤمن الذي عاش على الإيمان والطاعات يموت على خير، على خير خاتمة، وأن الذي عاش على المعاصي يفتح الله له باب التوبة وقد يختم له بالخير. ولن يختم للمؤمن الذي يظهر للناس أنه يطيع ربه بالخاتمة السيئة إلا لأن العباد لم يطلعوا على ما في قلبه. فالله ما ختم لعبد يراه الناس يعمل الصالحات يختم له بالشر إلا لأن الله اطلع على قلبه ووجد قلبه فيه بغض المسلمين، فيه بغض الإسلام، فيه الرياء، فيه الحقد، فيه التدابر، فيه بغض، فيه والعياذ بالله الحسد، فيه الكبر. ها هو يصلي ومتكبر. من مات وفي قلبه مثقال ذرة من كبر دخل النار، دخل النار، ولبيس مثوى المتكبرين. فالكبر يمحق الإيمان. فمن آمن بالله حقا تواضع للخلق، لن تجد المؤمن إلا ذليلا بين يدي الله ومتواضعا بين يدي المؤمنين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، قالها الله لرسوله.
ويقول تعالى في أصحاب رسوله رحماء بينهم، ويقول في الفئة التي يستبدلها الله ويبدلها الله تعالى بنا: يا أيها الذين آمنوا من يرتجد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، اسم الصفة نتاعهم، أذلة على المؤمنين، أذلة أعزة على الكافر، هم أذلة على المؤمنين، متواضعين خافض الجناح مع المؤمنين. ولذلك فإن أعظم الصفات التي لا يحسد عليها أحد هي التواضع، ومن رزق التواضع فقد رزق أس الإخلاص ورزق بركة النفع والتأثير. فلقد كان رسول الله من أكثر خلق الله تواضعا لخلقه، ومن أكثر الناس عبودية لربه، فحقق المعنيين معا: أكبر عبد لله هو رسول الله، وأكبر عبد جسد التواضع مع خلق الله، حتى تأتي الأمل السوداء فتأخذ بيد الحبيب فتجود به سكك المدينة فلا ينزع يده من يدها حتى يقضي حاجتها، وهو رسول رب العالمين وخير من مشى على الأرض، وهي الأمة السوداء الخرقاء. صلوا على الحبيب. كيف لا تخاف وأنت سمعت رب العالمين قال لنبيه ما قال؟ وكيف لا تخاف ثانيا وكثير من أصحاب رسول الله سقطوا في طريق الدعوة إلى الله؟ فلست أحسن حالا من الصحابة، ولن أصدق أحدا يزعم من زماننا أن يبلغ درجة إيمان الصحابة. فكثير من صحابة رسول الله مع كونهم يعيشون زمان ينزل الوحي فيه غضا طريا من السماء، ويصاحبون السراج المنير النذير البشير خير من مشى على الأرض، ومع ذلك سقطوا. أتعرفون حاطب بن أبي بلتعة؟ أتعرفون هذا الرجل حاطب بن أبي بلتعة؟ أتقرؤون السيرة؟ هذا الرجل من صحابة رسول الله ومن أهل بدر الذين قاتلوا إلى جانب رسول الله في غزوة بدر، ما بقى الشقة، خيرة الخلق بعد الأنبياء. ومع ذلك حينما أراد النبي أن يفتح مكة في السنة العاشرة الثامنة للهجرة أعطى خبر الفتح لأقرب الناس إليه، وكان من أقرب الناس إليه الذين استأمنهم على سر فتح مكة وحاطب، هو أقرب الناس إلى رسول الله. فذهب حاطب فأفشى سر رسول الله بإرسال رسالة مع امرأة إلى أهل مكة يخبرون فيها أهل مكة بأن محمد قاب قوسين من مفاجأتهم في مكة والدخول عليهم عنوة. فنزل جبريل يفضح الصحابي، قال له: يا رسول الله، إن صاحبك حاطب الذي أعطيته سر فتح مكة أرسل رسالة مع امرأة تدعى فلانة، وإنها الآن في مكان كذا، فأرسل إليها بعضا من أصحابك ليأخذوا الكتاب منها قبل أن تصل إلى مكة فتفشل مسألة الفتح. إنها الخيانة العظمى، إنها الخيانة التي ستستوجب الإعدام، إنه إفشاء سر الدولة، إنه إفشاء أخطر سر من أسرار الدولة التي يرأسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا صحابي جليل. فذهب الزبير والمقداد وعلي ولحقوا بها في المكان الذي أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال: أخرج الكتاب. مش من كتاب لك تكلم. قال لأمك: أخرج الكتاب. قالت له: مكان كتاب؟ قال: لا أقسم بالله لقد صدق الله ورسوله، ووالله لئن لم تعطنا الكتاب لقمنا بتفتيشك وتعريتك. والمرأة في الجاهلية حتى كانت حرة وكانت تأبى أن تظهر شيئا من شعرها، قالت: إذا كان لابد فانتظروني. فاختبأت وراء تل ثم نزعت خمارها، في الجاهلية عندها خمار، ثم حلت ظفيرة شعرها، وكانت قد خبأت الرسالة في ظفيرة شعرها ووضعت الخمار، فأعطتهم الرسالة فعادوا إلى رسول الله. فقال النبي لحاطب: لما يا حاطب، لما فعلت هذا؟ قال عمر: يا رسول الله، حاطب لقد نافق، مرني لأضرب عنق هذا المنافق. عمر فاروق الإسلام. فقال رسول الله: رويدك يا عمر، لما فعلت هذا؟ قال: يا رسول الله، كل واحد من أصحابك إلا له هنالك من الأهل ما يحفظون وده ويستقبلونه،
ويلجأ إليهم في أيام الحسرة وأيام الفتن وأيام يكون دعوم زيرة. إلا أنا ما عنديش أحبابي، وأردت أن تكون لي يد عندهم، ندير فيهم واحد الخير باش يبقوا يحسبوني، حتى إذا وقعنا ما وقعنا فيه من ورطة تذكروا اليد البيضاء التي امتدت إليهم مني وكافؤوني عليها. قال سيدنا رسول الله عمر: خليه يا عمر، خليه، لقد صدق، لقد صدق. لعل الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال: اعملوا آل بدر ما شئتم فإني قد غفرت لكم. أهل بدر وبعد ذلك يسقط. وفي الخيانة العظمى، خيانة العظمى، وكثير من الصحابة يسقطون، ولكن أغلب الصحابة يسقطون فيدركهم الله بلطفه فيعودون، إلا رجلا واحدا من أصحابه يدخل النار وضرسه في جهنم كجبل أحد. الله، كان النبي، سمعون هذه بلك نكملوا بها، شو كان الحبيب صلى الله عليه مع مجموعة من أصحابه فقال لهم: فيكم رجل يدخل النار، قالوا شوفوا ربي 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 اهتزز، فيكم رجل الآن يجلس معنا يدخل النار وضرسه في النار كجبل أحد. وربي ربي ربي ربي، فمات كل الصحابة ولم يبق إلا رجلان، أبو هريرة والرجال بن عنفوة. أما أبو هريرة لشدة خوفه من نبوءة رسول الله فقد قسم الليل إلى ثلاثة أثلاث، يقوم الثلث وتقوم الزوجة الثلث وتقوم البنت الثلث، لكي يبقى القرآن يتلى في الليل كله في بيت أبي هر خوفا من هذه النبوءة. ولما ماتت زوجته قسم هو وبنته الليل إلى قسمين، يقوم النصف وتقوم بنته النصف، حتى يبقى الليل كله عامرا باقتلاوة القرآن خوفا من النبوءة. ولم يطمئن أبو هريرة رضي الله عنه حتى خرج الرجال بن عنفوة في زمان أبي بكر، شوف متن به وصحب، يا الله، خرج على عهد أبي بكر من مدينة رسول الله في اتجاه أبي حنيفة بني حنيفة، وهنالك بايع مسيلم الكذاب، وصار يقول إن مسيلم رسول كما أن محمد الرسول، وصار يقيم الصلاة لمسيلم، يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن مسيلم، الله يستر الله يستر. ولذلك هذا الرجل فتن الكثير من الناس، فلما رأوا صحابيا جاء من المدينة يؤمن برسالة الكاذبة لمسيلمة دخل الناس في طاعة مسيلمة أفواجا أفواجا، وقتل يوم اليمامة مرتدا وصدقت فيه نبوءة رسول الله، يدخل إلى جهنم. أبعد أن رأينا أن من صاحب رسول الله يدخل جهنم وضرسه في النار كجبل أحد؟ أيأمن أحدكم على مسيره إلى الله؟ لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يا الله، هذه هي الخصلة الأولى لمن أراد أن يحافظ على إيمانه، أن يخاف سوء العاقبة. رأى الإمام الترمذي سيدنا رسول الله في المنام فبكى الترمذي، فقال: ما يبكيك؟ قال: يا رسول الله، إني أخشى سوء العاقبة. قال: وأين أنت من قولك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث؟ أكثر 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 من قولك بالليل والنهار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. الناس غير طايحة غير طايحة كالفراش على جهنم. أنا نمشي كنت مشي للسويق أتصف في رمضان، ربي سبوه بالعشرات، يا الله رمضان، من تمشي لأذيك الأماكن تاع الزحام تاع المسلمين تقول يا عباد الله واش مصلحة الناس راها صايمة؟ لا إله إلا الله. وقد صفق إخواننا وحان الوقت للصلاة، فنسأل الله تعالى سبحانه أن يختم لنا بخير الأعمال وأن يجعل ثوابها الجنة. نسأل الله سبحانه
أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا. هذا السؤال يعني جاي في السؤال فينا. ما هي الأعمال التي تحبط العمل؟ الشرك، لئن شركت ليحبطن عملك، العجب، الكبر، الحسد، الغرور. هذه تسمى محبطات الأعمال. من اتصف بشيء من هذا حابط عمله. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونسأل الله تعالى أن يختم لنا بخير الأعمال وأن يجعل ثوابها الجنة. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، وصلي اللهم على حبيبنا. والله يبارك لكم في العيد متاعكم، وأدخله الله عليكم بمزيد الإيمان والصحة والخير والطاعات، والحمد لله.